السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك وصفيك وخليلك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، قصة هزتني لما سمعتها، قصة تهز أي قلب لما يسمعها. قصة أخ كان أخوه غني وعنده عقارات وأطيان وأموال وعمارات، وكان طمعا في مال أخوه. أخوه مات معرفش ياخد حاجة من أخوه، وقف على القبر وأخوه بيتدفن يبكي قدام الناس يقول لهم أخويا حبيبي أخويا أنا نفسي أودع أخويا أنا وهو لوحدنا بس في القبر، أنا عايز أنزل التربة محدش ينزل معانا، وأخويا أخويا حبيبي أودعه لوحدي أنا وهو بس. الناس سابوه ينزل القبر مع اخوه لوحدهم. نزل القبر كان محضر عقود بيع وشراء معاه مجهزها، وفك الكفن على اخوه في ثواني، وطلع صابع اخوه وحط الحبر عليه وبدا يبصم اخوه على عقود البيع والشراء، وهو بيبصم اخوه مات. سبحان الله العظيم. وهو بيبصم اخوه ملك الموت نزل اخذ روحه، وهو بيبصم اخوه روحه نزعت من الحلقوم صعدت الى الله سبحانه وتعالى. الراجل ده ما اتعظش يا اخوانا، ما اتعظش بمنظر العظم والاكفان الممزقه والمسوده حواليه، ما اتعظش بجثه اخوه اللي كان لحم ودم عايش وبيروح ويجي قدام عينيه امبارح، ما اتعظش بمنظر القبر والكفن. الراجل ده ما اتعظش. ايه ده؟ قلت سبحان الله، ايه الغيبوبه اللي وصلنا لها دي؟ ايه الغيبوبه اللي بقينا فيها دي؟ الغيبوبه ان المجتمع عاد للاسف الشديد معظمه عايش فيها، غيبوبه بتبدا من اول سن الطفوله، تلاقي الاطفال ماشيين في الشوارع، الطفل في غيبوبه، الاطفال ماسكين المحمول وقاعدين يلعبوا بالرنات، وقاعدين يتفرجوا على الكرتون بتاع هركليز وسبيستون وقنوات الكرتون، الاطفال نفسها طفولتها اتقتلت، الاطفال يكبروا الغيبوبه تزيد ما تقلش، يوصلوا لثانويه عامه، تلاقي الطالب بتاع الثانويه العامه ماسك الكتب والكراريس بتاعته وقاعد يجري من درس لدرس لدرس لدرس، ما بيستريحش ما بينامش، يرجع بالليل مقتول ابوه يقول له هقطم رقبتك لو ما قعدتش تذاكر اخر الليل، يفضل يذاكر يصحى تاني يوم مش شايف قدامه، ولا صلى ولا عمل حاجه ولا فكر في اخرته، وقعد في الدوامه ده سنتين لغايه ما يطلع من الغيبوبه بتاعت الثانويه العامه، يدخل الجامعه الغيبوبه تزيد يا جماعه ما تقلش للاسف الشديد. لو بنت تبدا تدخل في غيبوبه فتى الاحلام والبادي والجنس والمكياج، والفتى الاحلام اللي هيجي ياخدها على الحمار الفراري ولا هيجي ياخدها على الحصان اللانسر، ولو هو شاب يبدا يدخل في الغيبوبه بتاعه السجاير والمخدرات والقعدات والسهرات والنوادي والكليبات، ويبدا يدخل في غيبوبه تلاقي شويه شباب قاعدين على البلاي ستيشن وشويه في النادي وشويه في القهوه وشويه على الجيمز وشويه على الشات وشويه على في المصايف، ايه ده؟ والشاب نايم يحلم نص احلامه في البنت اللي بيحبها تقول له ايه بكره، والنص الثاني في السيجاره الملغمه هيحصل عليها ازاي؟ ويكبر ويتخرجوا من الجامعه تزيد الغيبوبه اكتر، تلاقي الشاب قاعد على النت قاعد يشيط مع اي بنت امريكانيه، يمكن يقع في بنت امريكانيه تبعت له دعوه يروح يغسل صحون هناك في امريكا ولا حاجه، او متشعلق في اتوبيس طالع على الساحل الشمالي يمكن يلاقي وظيفه غسل صحون في اي فندق في الساحل الشمالي، يتعرف على سائحه اجنبيه عندها 70 سنه ترضى انها تتجوزه وتاخده بره، او ماسك السي في بتاعته وقاعد يلف على الشركات ما فيش شركه راضيه تقبله لغايه ما يقعد على القهوه في الاخر محبط مش لاقي حاجه يعملها، وهي قاعده تلف على فساتين السواريه تدور على اسوأ فستان تلبسه في فرح صاحبها اللي هيتجوز الليله، كانوا اصحاب في الكليه ساعه المشي والرحلات والفسح كانت حبيبته قوي، انما ساعه الجواز ما افتكرهاش، ما حدش منهم افتكرها ساعه الجواز، وكل يوم واحد من اصحابها يتجوزه وينساها وتروح الفرح بفستان سواريه جديد لعل حد يبص لها المره دي على انها تنفع زوجه، يكبروا هما الاثنين ده يتجوز وهي تتجوز ويخلفوا ويبقى هو اب وتبقى هي ام وتزيد الغيبوبه. تلاقيه ماشي اب ولكن الهم مالي وشه، الهم مغرق حياته، اعمل ايه؟ ازازه الزيت بقت بكام؟ ده رغيف العيش ده رغيف العيش بقى مشكله في حياتنا، والولد اللي عايز كارت محمول كل شويه اجيب له منين؟ والبنت اللي عايزه دروس خصوصيه اعمل لها ايه؟ وساعه البطش تلاقي الهم ده كله راح، يقعد يتفرج على 10 لعيبه كانهم ال10 المبشرين بالجنه، ويتفرج على حارس المرمى كانه حارس حمى الامه، ويتفرج على الجماهير في المدرجات كانها المهاجرين والانصار رايحين يؤازروا المنتخب القومي، ولما يجي جون ينسى الدنيا واللي فيها كان نصر تاريخي حصل في تاريخ الامه بتاعتنا.
وقاعد كل شويه لما يفوق بالماتش يبص لبنته اللي لسه ما اتجوزتش هيجوزها ازاي، وبنته المخطوبه هيجيب لها عفش يرفع راسها قدام عريسها ازاي، وابنه اللي اتخرج ده شغلانه ولا الاقي وظيفه اعمل له ايه، وتلاقيه قاعد مهموم وشايل هم الدنيا كله. غيبوبه يا جماعه، غيبوبه. المجتمع دلوقتي بقى عايش في غيبوبه للاسف الشديد، وفي وسط الغيبوبه دي الاب قاعد يتفرج على الماتش، بنته نازله لا باصل للاسترتش اللي هي لابساه ولا البرسان اللي هي حطاه ولا المكياج اللي هي رسماه ولا الرنه اللي جات لها قبل ما تنزل دي رنه من مين، ولا هي رايحه فين ولا هتيجي امتى، ولا بص لابنه وهو طالع شاف اخته بالمنظر ده ما بصلهاش، ابنه طالع عينيه من تحتها سودا وشفايفه سودا والسيجاره في ايديه ما بصش لابنه ولا شاف السيجاره دي جواها ايه. غيبوبه يا اخوانا. المجتمع دلوقتي بقى فيه جزء كبير جدا عايش في غيبوبه. هنفوق امتى؟ درس الليله محاوله ان احنا نستيقظ، محاوله ان الواحد يفجر الكبت اللي جواه لما بيمشي في الشارع. احنا ماشيين في سلسله ولكن احيانا لازم نتوقف، لان الهم اللي بيصيب الانسان اللي بيمشي في الشارع دلوقتي ويشوف احوال المسلمين وشباب المسلمين لازم واقفه. انا اكلمكم الليله عن موضوع في غايه الخطوره، موضوع من اخطر ما يكون. عارفين اكلمكم عن ايه؟ عن اخر 5 دقائق قبل الموت. ايه؟ اخر 5 دقائق قبل الموت يعني ايه؟ اخر 5 دقائق قبل الموت، اخطر 5 دقائق في عمري وعمرك. اخطر 5 دقائق ليه؟ اول حاجه لانهم بيجوا فجاه. فجاه ازاي؟ هي لحظه، هي لحظه كلام حن بالبصر، في لحظه تغمض عينك وتفتحها تلاقي نفسك في عالم تاني بتتحسب ما بين ملكين. هي لحظه زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا، انقطاع، عارف لما كل حاجه تقطع فجاه، النبض قطع، الجسم بيستغيث بالقلب، هات نبضه واحده بس بالدم خلاص رزق النبض اتقطع، النفس هتموت عايز نفس واحد خلاص رزق النفس اتقطع. ان العبد المؤمن، العبد قبل مؤمن او فاجر، عبد كان عارف انه عبد. هي دي المشكله يا اخوانا، ان واحد عارف انه عبد وواحد ما عرفش انه عبد، واحد فاق وواحد ما فاقش، واحد لحق وواحد ما لحقش، في واحد ما بيفوقش غير لما يصلي على واحد صاحبه، واحد ما بيفوقش غير لما يصلي عليه، واحد ما بيفوقش غير وهو نايم على سرير المرض، واحد ما بيفوقش غير وهو تحت التراب. طب قيمتها ايه؟ قيمتها ايه ان انا صحيت بعد ما كان القطر ميعاده فات؟ قيمتها ايه ان انا صحيت بعد وانا تحت التراب خلاص؟ افمن يمشي مكبا على وجهه ماشي قاعد يقع على وشه ويقوم ويكمل برضه؟ طب انت بتكمل ليه؟ انت واخد سكه المعصيه كلها وقعت على وشك بتكمل ليه؟ يدخل علاقه حب يسقط سنتين ويخسر فلوسه وتتحطم نفسيته ويقوم ويكمل برضه، تدخل علاقه حب وتفاجئ ان هو خانها وراح يتجوز واحده ثانيه وتقوم وتكمل برضه في طريق المعصيه، يشرب مخدرات ياخد جرعه زايده يتنقل العنايه المركزه يبقى هيموت وينقص باعجوبه ويقوم ويشرب ثاني ويكمل برضه، مش راضي. ودي يتكلموا يقول لك انا احسن من غيري. يعني ايه احسن من غيري؟ يعني لو واحد صلى الظهر 4 ركعات يقول واحد راح دخل يصلي الظهر صلى 3 ركعات يقول لك انا احسن من اللي ما صلاهوش؟ لا، انت واللي ما صلصوش واحد. الظهر 4 ركعات ربنا له مراد، ربنا طلب منا طاعه معينه، التزام معين لازم نؤديه كامل يا اخوانا. ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع، انقطاع يعني ايه؟ يعني لحظه، لحظه يا شباب، لحظه يا جماعه، والله العظيم الوقت لما بتدبر وتامل الاقي ان اقل سبب للموت هو النوم على فراش المرض. اقل سبب. قعدت افتكر الجنازات اللي الواحد صلى عليها الفتره اللي فاتت، الاخ فلان الله يرحمه اللي كان بطل في الرياضه وكان في شبابه الاول على الجمهوريه في الرياضه، سبحان الملك، وفجاه يصلي الفجر يحس بنغزه بسيطه في صدره يميل على سجاده الصلاه يموت، سبحان الله، في لحظه، في لحظه. وفلانه الطالبه الجامعيه اللي ماتت في لحظه، وفلان الطالب الجامعي اللي مات وهو في السكشن بتاعه، وفلان اللي جابوه جثه من الجيش حصل له صعقه كهربائي وصلينا عليه، وفلان اللي كان مات في حادثه، وفلان، ايه يا جماعه ده؟ عاد اقل سبب للموت هو النوم على فراش المرض. اخر 5 دقائق قبل الموت فكرت فيهم؟ فكرت فيهم؟ مين فينا فكر فيهم يا اخوانا؟ مين؟ ساحة الحرصة، والله العظيم كان الواحد زمان اول الكلية كان اكبر دافع لالتزامه هم اخر 5 دقائق قبل الموت. كنت اقعد افكر طب انا لو عشت حياتي زمان عايز ساعة ما اجي اموت وشريط حياتي يتعرض قدامي كل المناظر تتعرض، عشت زي ما عشت وعملت اللي انا عايزه ووصلت اللي انا عايزه، وبعدين ذهبت لذتها وبقيت حسرتها، طب وبعدين؟ وبعدين يا اخوانا لما تيجي تفكري كده تلاقي ان ربنا لما بيسحب الروح من الجسد بيسحبها مش مره واحده، واحده واحده، الروح تتاخد من الرجلين من الصدر من البطن من الايدين لغايه ما توصل للحلقوم والتراقي، يبقى الانسان نايم لسه واعي وعارف ان روحه بتتسحب ولكن بيبص على جسمه، جسمه مات خلاص، ايديه ماتت، رجليه ماتت، صدره مات، وهو الروح متعلقه هنا لسه ما خرجتش. ليه؟ ليه ربنا بيخلي الانسان قبل ما يموت يشوف جسمه وهو ميت
ولسه الانسان ما ماتش. عارفين ليه؟ عشان ربنا يقول لك ايديك ده هيك كانت من ساعات طوع امرك، لو عايز تسبحني عليها ليل نهار سبحني. رجليك ده هيه كانت من يومين طوع امرك، عايز تقوم الليل عليها قوم، عايز تروح للمسجد عليها روح، عايز تروح دروس العلم والوعظ عليها روح. كان جسمك ده كله تحت امرك، ضيعته ليه؟ اخر 5 دقايق قبل الموت مشهد الحسرة. ولما الانسان بيموت فجأة عامل زي طالب قاعد في الامتحان والورقة اتشدت فجأة. طب استنى، طب 5 دقايق، طب 10 دقايق، ولا دقيقة واحدة. مين فينا يستحمل كده؟ الستوب ووتش بتاع عمري وعمرك وعمرك اللي لما يجي عند ساعة الصفر الله اعلم لحظة الصفر دي هنكون على طاعة ولا هنكون على معصية؟ هنكون على ايه يا جماعة؟ ملك الموت هينزل ياخد روحنا على ايه؟ هياخدها على طاعة ولا على معصية؟ لازم نفكر يا اخوانا. الخواتيم يا اما وسام شرف بيتعلق على صدورنا نقابل بيه ربنا، يا اما وصمه عار على الجبين يندى ليه الجبين يوم القيامه. هنقابل ربنا نقول له ايه؟ وانا راكب مع سواق تاكسي وحود مخالف من شارع رئيسي لقى عربيه المرور في وشه، نزل الضابط مد ايده لسواق التاكسي اداله الرخصه مشي. قلت سبحان الله، طب ما انا ركبت مع سواقين تاكسي لما الضابط قال لهم الرخصه ما رضوش يديها له، اشمعنى ده اديها له على طول؟ لانه ضابط متلبس. مصيبة موتة السوق ان هو الواحد ضابط متلبس. الممثل اللي من كذا سنة مات في قط الزنا ده ضابط متلبس والعياذ بالله. ده يقابل ربنا يقول لربنا ايه؟ ده يقول لربنا ايه؟ المشكلة يا جماعة ان اخر مشهد لينا قبل الموت هو اول مشهد لنا يوم القيامة. اللي انت مت عليها تبعث عليه. المشهد الاخير ليك في حياتك هو المشهد الاول ليك في الارض على الله. المشهد النهائي الختامي للمسرح للفيلم للحياة للاحداث بتاع دنيتنا هو المشهد الاول لنا في الاخرة. هنقابل ربنا بايه؟ هنبعث من ايدين ربنا بأني مشهد يا اخوانا؟ هنقابل ربنا بأني مشهد؟ عايزين نفكر، عايزين نقف مع نفسنا وقفة، عايزين نقف مع نفسنا وقفة في الموضوع الخطير ده. انت الوقت لو انت طالب بتذاكر كل يوم 15 ساعة وانا فت عليك 90% لقيك بتعمل ايه؟ بتذاكر. ليه؟ لانك انت معظم يومك بتذاكر. اهو لو انت حياتك كلها طاعة وملك الموت نزل هينزلك على ايه؟ على طاعة. طب لو حياتك كلها معصية وغفلة وملك الموت نزل هينزلك على ايه؟ على غفلة. عايزين نفوق يا اخوانا، عايزين نستيقظ. الغيبوبة اللي بقت في قلوبنا ديت معرفش الغيبوبة دي سببها ايه؟ غيبوبة ازاي؟ ومعنا القرآن غيبوبة ازاي؟ خواتيم السوء والخواتيم الفجأة بقت احداثها لا تحصى. الثلاث صفحات الوفيات اللي بيجوا كل يوم في جنازة الاهرام بقى قد ايه نسبة منهم خواتيم فجأة؟ ناس ماتوا فجأة، قد ايه يا جماعة؟ طب ليه يا رب؟ ليه الرسائل دي كلها يا رب؟ عشان نفوق من الغيبوبة دي. عشان كده انا قبل ما ابدأ درس الليلة انا عايزك تقسم الشاشة الوقت نصين. انا عايزك تقسم الشاشة معايا نصين، نص تفتكر معايا المغني المطرب فلان الفلاني اللي عاش طول عمره ماسك العود بيعزف عليه وبيغني على المسرح قدام الناس، ولما ملك الموت نزل خد روحه، خد روحه وهو ماسك العود وبيعزف على المسرح قدام الناس. والنص التاني مشهد شفته بعيني على شبكة الانترنت، احد الدعاء الى الله كان بيدي درس في مسجد ومتصور فيديو، واحد يتكلم عن ربنا يتكلم عن ربنا يتكلم عن ربنا، وفي اخر الدرس فجأة تبص له تلاقي عينيه غربت كده في لحظة وراسه وقعت على كتفه. سبحان الله العظيم، مات في لحظة، في لحظة كأنه روحه خرجت تسيل كما تسيل القطرة. قلت سبحان الله، ده عاش على الغنى فمات عليه، وده عاش على الدعوة فمات عليها. انت عشت على ايه؟ انت عايش على ايه؟ اختار موتك من الوقت. اللي انت عايش عليه هو اللي انت هتموت عليه. مشهدين ما نفهمش ابدا، مشهدين. انا عايزك تقسم الشاشة نصين تاني، انا عايزك تفضل قسم الشاشة نصين. المشهد الاولاني احدى المريضات الله يرحمها، وكنا في المستشفى وكانت نازلة يعني نازلة في بلد غير بلدها، وفجأة تعبت صحيا نقلوها المستشفى، حالتها تدهورت بسرعة جدا لدرجة ان في خلال اقل من دقيقتين كانت راحت في غيبوبة. ما احناش لاحقين نعمل لها حاجة، لا انت لاحق تقيس ضغط ولا سكر ولا تحاليل ولا حاجة. الموضوع بيتدهور بسرعة شديدة، نامت في غيبوبة واحنا واقفين. طب نعمل ايه؟ طب نلحقها ازاي؟ والله العظيم يا جماعة لقيتها وهي في غيبوبة. قامت كأنها سليمة زيك كده بالظبط. قامت قعدت وقالت لا اله الا الله محمد رسول الله، وقامت وقع ميتة. قلت يا دي يقينا عاشت على لا اله الا الله، عشان ربنا يمتها على لا اله الا الله، عشان ربنا يرزقها الخاتمة العظيمة ده. ايه المشهد التاني؟ في الطيارة، واحد راكب جنب رجل اعمال ومعاه الشنطة وصفقات ومسافر من صفقة رايح صفقة، وهو في الطريق ينزل ملك الموت. ملك الموت ينزل على رجل الاعمال، ما رجل اعمال بيموت، الفلوس هتنفع بايه؟ مفيش نفع هنا.
فبدا اللي جنبه يقول له قول لا اله الا الله ما يقولش، قول لا اله الا الله ما يقولش، قول لا اله الا الله ما يقولش. في الاخر بيقول له الكلمه دي مش قادر اقولها، مش قادر تقولها ليه؟ معش عليها يا جماعه، معش عليها، مش في قلبه، قلبه هنا صفقات وفلوس واموال وشهوات ومركز وسلطة ورئاسة وشهرة ونظر ناس، ده قلبه هنا، مفيش في قلبه لا اله الا الله، يقولها ازاي؟ احنا هنقولها